الأني والسلي والغراب. كلاش بارطيل بارطيل أمان الله بارطيل. خدوم بس اسكتوا. خدنا لك الغراض وبدنا نخبر عنه. نحن يا شكري ما بينفع معنا البرطيل. وفو أشغال. نشكر الله فوق الريح. دعيناكن مثل العادي تتشاركونا بالحفل وتشاركونا بالراي. انت سيد الراي جاي من الباب العالي وفدوا في معهم كاتيب. حبينا تكونوا معنا وتطلعوا عالم كاتيب. تسلم تسلم الله يديمك ويخليك. عناصل يتفضلوا عناصل يتفضلوا. قنصل هولندا قنصل فلورنسا قنصل بريطانيا قنصل فرنسا وفد الباب العالي محمد أغا أبو شاهين سلاح دار السلطان حضرة طلوع عصمت فرغول مرافق محمد أغا بلوك باشي أغلب باشا عسكر دار الوجاك الانكشاري. خيلك أصيلة ومحنكي مراحي نعم يا محمد أغا من السلطان ابن السلطان السلطان مراد الرابع خان إلى فخر الدوحة المعنية والإمارة اللبنانية
فخر الدين المعني الثاني الكبير بتمام التقدير أنعمنا على الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلقب سلطان البر سلمناه سنجق نابلس وعجلون أنا بشكر السلطان باسمي واسم هالشعب ويا محمد آغا الطارف أنا الآب ما بدي لكن هلأ بالذات رح أقبله طارف ليش؟ ليش؟ لأنه كان لعب جدي وأنا بحبه لجدي عيش 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 غيره يا محمد آغا رسالة من الصدر الأعظم تفضل إلى حضرة الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلغنا إنه عمرت أربع جسورة عالأربع نهورة وبنيته قلاع وحصون وسعت المواني بطرابلس وصيدا وبيروت وعملتوا بيروت عاصمتكم وكبرتوا تجارتكم وعملتوا أناصل دول هالقضايا منعتبرها عدوانية بتهدد مصالح دولتنا العلية شو بدك يا فخر الدين على هالكلام الرد منقول موانينا انفتحت مش رح من سدة والجسور اتعمرت مش رح من هدة والحصون اتحصنت بس الصحبة حدة بلاد بدها تتقدم ما حدا بردة قول لاسطنبول نحنا وطن عم يتلاقى بيعلق لعوض راجو ومادد ايده للصداقة لا رح نتعدى حدا ولا حدا علينا يتعدى تسلم تسلم الله يديمك ويديمك